مساكم الله بالخير. المحبة، الألفة، التسامح، كلها صفات تنبع بين الناس في جلساتهم وسوالفهم وتسامرهم بعضهم مع بعض، وخاصة في ليالي شهر رمضان. فالكبار يسترجعون سوالف الماضي، والشباب يلتقون من أجل زيادة الترابط، والأطفال بألعابهم البريئة يعبرون عن فرحتهم بهذه الليالي. تعالوا بنا نطوف بين هذه الجلسات ونشوف آراء بعضهم. قبل طال عمرك أقول لك ماشي يعني كهرباء وماشي بيوت يعني بنيان عرش تحيد له، نسهر يعني عقب ما نيجي من الصلاة في العشاء نفس الشيء، بعد نيل سوالف رمضان يعني سوالف رمضان، حد يطلع براحة ومثل برا يعني بالبيوت يعني دور البراد، اللي حزت لنا با يعني رينا رقاد نرقد. السهر طال عمرك يستمعون جميع في مكان واحد ويسولفون عن البحار عن الغوص وعن أشياء، ماشي التلفزيون وماشي كل واحد صك بابه ويلس ويا فيديو ولا شيء، ما عندنا السؤال. يلعب نفس الشيء في رمضان، اليوم من بعد صلاة التراويح كلهم يتجمعون هني، وحد يلعب ورقة، حد اللي يبغي مثل ما تقول يدرس قرآن يصيرون داخل يدرسون، واللي يبغي يلعب ورقة وكيرم وما كيرم هني، ويسهرون لين الساعة 4 الفجر يعني. طبعا من الساعة 2 يحطون السحور يتسحرون ويتمون هني يواصلون لين أذان الفجر، أذان الفجر يصلون وكل حد يصير على رأسه. على ما قلت يعني الجماعة يطلعون برا صبيان ويغنون سيع، ولا سيع الله ولا سيع عيال ولا سيع البحر، هذا كان قبل. وعندهم الشعر، اسمع الشعر يقول أنا ونيت من قلب فهيم، أنا ونيت من قلب فهيم يفتهم للرد فن ومعناه، تبع ذاك الحب خلاني سجيم واعتناني الشيب من غيت شقاه، من يقول الحب عروضة سليم شوف قهرة كيف عظمي براه وسوالف. نقضي سهرات على في البحيرة مع الشباب من عمان ومن الشارجة ومن دبي، يجلس حد منا يلعب ورقة وحد منا بيس يتكلم في عن العيد وشو اللي بيشتري من أغراض وهذا، وفي منا الشباب متى شو بيسوون في العيد ورحلاتهم صوب دبا صوب قرفكان وشو نشيل خيام وغراض من هالأشياء هذه. فالحمد لله وفي منا شباب يروحون نقضي أوقاتنا في النوادي نطالع شو المباريات في نادي، خاصة في نادي الشارجة يعني في بعض الفرق منها فرقة مريج فريق مريج وفريق الدوخي، ونشجع شباب كلهم هنا تنس. الله يسلمك. قبل احنا في رمضان يوم فروخ يا خال يعني صغار، حد يصوم يعني وحد ما يصوم، نسير يعني مثلا البوتنا يصيروا المسجد يصلون نسير وياهم، بعدين ماشي كان يعني مساجد بالكثرة مثلا الحين يعني تلقى ولا مسجد بسوي مثلا من العريش، من العرش يسوون يعني ماشي ياكلون بليوت وهذا ماشي، عقب ما نصلي ونيت نتيمع احنا الفروخ زين نلعب يعني يوم القمر مثلا نلعب اللي يلعب يوريد، مثلا راكض بين السكيك يعني في البيوت نلعب يوريد، حد يلعب عظيم لوافي ندور عظم ونفر، احنا نتيمع صوب ونفر العظم مثلا صوب الظلام، عقب نسي ندور العظم، احنا اللي يشوف العظم يشله وساكت، اذا يبا وين مثلا يبا نسوي مكان حلقه يبي يردون يبون الحلقه، لكن يودني كل واحد يعني مطحق عمره عشان يفره مره ثانيه، واللي يلعب يوريد ونركض هذا الين نعيز، يوم نعيز روحنا البيوت. نسير المسجد نصلي وعقب ما نصلي نطلع من برا على المسجد، نيس نلعب وايد العب وايد، مرات نلعب كيرم مرات نلعب صايح، نروح ندور يعني في الفريج. والله اني نسير المسجد نصلي ونرد، يوم نرد من المسجد تم نلعب ويا اصدقائنا، نصهم يلعبون كيرم نصهم يلعبون صايح. والله يوم نطلع من صلاة التراويح والعشاء نطلع على طول اني هني نلعب سبيرو نلعب صايح، ساعات نلعب كورة ونروح يعني ندور، ساعات نروح نلعب كورة نلعب يعني فريق نفس بعض شيء نتقاسم على دوري شيء، حتى نلعب في كل مكان عشان ندور في الفريق، ساعات نروح السوق نلعب أنا و
واخواتي بالليل. بابا الكبوت يا بوي وين ساير؟ ساير طوي همبا ساير بقطع لومي والحامض ما نبا نبا لومي يا حلوة ندروع في الشمال وعروسة راس الخيمة ومظللة عيمان يا بوي وين ساير؟ ساير طوي همبا ساير بقطع لومي والحامض ما نبا نبا لومي يا حلوة مزروعة في الشمال وعروضة براس الخيمة ومظللة عيمان. بالنسبة والله عندنا كبار السن سهراتهم تكون بعد صلاة التراويح، يجتمعون مثلا يتفقون في المسجد أنه يكون في بيت فلان، والناس بعد صلاة التراويح يجتمعوا في بيت الشخص هذا اللي يلعب بته واللي يلعب دومنه، كل واحد يلعب والناس اللي تسولف سوالف عن أيام زمان يعني قبل كم سنة. بعد ما يلعبوا هذا بيجيبوا الأكلات اللي في رمضان مثل المحلبية والهريس والأكلات هذه يعني خفيفة اللي يسووها في رمضان، ويسووا لين حوالي ساعة واحدة اثنتين. بعد ساعة اثنتين كل واحد يتجه لبيته علشان السحور. أما بالنسبة للشباب صراحة بعد معظم الناس يسووا في النوادي بعد صلاة التراويح، في عندنا هناك مباريات رمضانية تكون دوري كذا للناشئين وللشباب، ويكونوا كلهم شباب في النادي. في عندهم لعبات الكيرم بعد، مسابقات في التنس وفي الدومنة. هو بالنسبة رمضان بالإمارات أو بالكويت بنفس الشيء، بس اختلاف بسيط بيننا وبينكم يمكن تسميات الأكل أو تسميات أو الطلعات أو يعني شيء خفيف، ولا أبد نفس الشيء. بالنسبة بعد صلاة التراويح في قعدات بالديوانيات، في غفقات. إيش الغفقات؟ عند السحور نفس الكلمة عندنا وعندكم، بس إن إحنا نسميها اسم ثاني في الغفقة. يطلعون الشياب يروحون ديوانية، قهوة وشاي وقيمات قعدات سوالف، وبعدها ممكن يروحون ديوانية ثانية اللي عندها الغبقة هذه اللي هي السحور قاعدة. هذا بالنسبة للعشرين يوم الأولى، على أساس إنه بعد صلاة التراويح فاضلين لصلاة الفجر. بعد صلاة الفجر كل واحد يصلون الفجر المسجد ويروحوا كل واحد لبيتهم. أما بالنسبة للعشر أيام الأخيرة اللي هي يكون فيها صلاة القيام، فماكو وقت إنه يروح لقعدة الديوانية، تلقى قعداتهم خفيفة بعد صلاة التراويح، قعدة لمدة ساعة ساعتين شكل. بالنسبة شاي وقهوة وعلى ما قلنا، وبعدين يمشون يكملون صلاة القيام للفجر، يروحون يتسحرون ويصلون الفجر وكل واحد يروح بيته. Yeah.
Thank you.